يا ابو جبل يا ولد يا جبسكي يا ولد محمد صلاح لتريزيجيه يطيح بيها تريزيجيه حساسيه المباراه محمد ابو جبل والكره في منتصف المرمى وهدف في اول ركب مصر ان شاء الله في الوصول والترشح ادي زيزو يا ولد ايه ده الجمال ده وان شاء الله ابو جبل يكون في الموعد ادي امامنا سنجاري لعيب سنجاري الحارس المرمى الحارس سنجاري يا ولد عمرو السليه نفسه وابو جبل يا جبل سنجاري وعمر كمال ربنا يحفظك يا عود ثقة وممكن يشيل الثانية ممكن يشيل الثانية لكن على طول المرة دي الكرة إلى المرمى أمامنا والنتيجة تصل في الركلة الرابعة لمواصلة التفوق ومحمد عبد المنعم يا ولد ولد عملاقا اللي كان متعصب ويلفريد زاها حاططها قوية أمامنا بتبقى النتيجة 4-4 لكن الخمسة هنا في هذه الضربة صلاح خلصها صلاح